نار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا. نار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا. بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية. نسير بسيرهم حتى النهاية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو الدرس الخامس في سلسلة قدوات، وبعد أن تكلمنا عن خير القدوات وأشرف القدوات وأفضل القدوات وأجمل القدوات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فالحديث اليوم عن خير رجل بعد الأنبياء، إنه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. يا إخوان، من كان متأسيا فليتأسى بأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، ثم بمن قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، يعني الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، لأن من تأسى بالكبار فهو يمضي نحو العلاء، وعكسه بعكسه. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أشرف الخلائق وأعلى الخلائق وأسمى الخلائق بعد الأنبياء. اسمه عبد الله ابن أبي قحافة القرشي التيمي رضي الله تعالى عنه. نحن بنعرف أنه أبو بكر، هذا أبو بكر كنيته، أما اسم سيدنا أبي بكر فهو عبد الله. ولد بعد عام الفيل بسنتين أو ثلاث. أنتم تعلمون يا أخوان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، أبو بكر الصديق ولد بعد عام الفيل بسنتين أو ثلاث. معناته الفرق في العمر بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا أبي بكر الصديق هاتان السنتان أو الثلاث. وقد نشأ نشأة كريمة في حضن أبوين لهما من الكرامة والعز في قومهما، مما جعل أبا بكر ينشأ كريم النفس عزيز المكانة في قومه. أبو بكر من صغره هو ينتمي إلى عائلة ثرية، وينتمي إلى عائلة لها عز وجاه، وقل أن تجد بين من فتحت بين يديه الدنيا من يستقيم، لأن شؤون الدنيا مغرية، تأخذ العبد بعيدا عن الالتزام بأوامر الله. سبحان الله، إلا أن يوفق الله تعالى عبدا، أو أن هذا العبد يغالب نفسه ويقدم شرعه على ماله، يقدم شرعه على جاهه. في دراسة عن العباقرة والمبدعين والقادة، فعملوا دراسة عليهم وعلى شخصياتهم وعلى انتماءاتهم وعلى أسرهم وعلى أوضاعهم المعاشية، فوجد في رابط مشترك عند كثير من العباقرة والمبدعين والقادة أنهم كانوا ينتمون إلى أسر فقيرة، وعدد لا بأس منهم نشأ يتيما من دون أب، فبإمكانك أن تشاهد فقر هذا الإنسان، مع هذا هو أبدع وصار من القادة وصار من العباقرة. الآن يوجد أناس أغنياء وجهاء كبراء صاروا مبدعين، صاروا عباقرة، صاروا قادة، بس هم قلة، لأن مغالبة الدنيا أمر صعب.
لذلك يا أخوان، من فتحت عليه الدنيا فليأخذ منها بالمعروف حتى لا تطغيه عن انضباطه بشريعته. وإذا كان الفتح كبيرا فليعلم بأن شرعه فوق ماله وفوق جاهه. هلأ من لم تفتح عليه الدنيا فليحمد الله، فليحمد الله بأن الله عز وجل قسم لك خيرا. أنت اسعى لتحصيل هذه الدنيا، إذا أتاك الله الدنيا فبها ونعمت، إن لم يؤتك لا تزعل، لا تنجرح، لا ينحرق قلبك، لا تتضايق، لا تقول ليش الآخرين عندهم. والله الآخرون ربما يشعرون من الضيق والكرب مع أن عندهم ما عندهم ما لا تفكر أنت فيه. احمد الله عز وجل على ما أقامك الله به، اسعى لتحصيل الدنيا ما استطعت لذلك سبيلا. إن جاءتك هذه الدنيا اجعلها خدما وتبعا للدين، إن لم تأتك فالخيرة فيما يختاره الله. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ينتمي إلى أسرة عزيزة وجيهة غنية، لقبه الله تعالى في القرآن الكريم بالصاحب لمصاحبته لأشرف إنسان على وجه الأرض. قال تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يا أيها الإخوة، ما هو أشرف لقب بعد لقب النبوة في الإسلام؟ هو لقب الصحابي، أعلى رتبة في الإسلام بعد النبوة الصحابي، لأن هؤلاء الصحابة تكحلت عيونهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم عاشوا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سمعوا صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأوا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، جالسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مست أيديهم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدر أحدهم وعلى رأس أحدهم، استضاف أحدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحدهم هدية، قدم أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم هدية. أشرف لقب في الإسلام بعد النبوة لقب الصحابي. هلأ نحن ليش ما بنقول الدكتور أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ ما بيطلع له شهادة الدكتوراه سيدنا أبو بكر؟ ليش ما بنقول اللواء عمر بن الخطاب؟ ما بيطلع رتبة لواء لسيدنا عمر؟ ليش ما بنقول الملياردير عثمان بن عفان؟ ليش ما منقول البروفيسور علي بن أبي طالب؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يبيعونك الدنيا كلها لقاء أن يقترن اسمهم باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلى لقب، أعلى من دكتور، وأعلى من ضابط، وأعلى من مدير، وأعلى من سفير، وأعلى من أمير، وأعلى من ثري، أن يكون صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لقبه الله تعالى بالقرآن الكريم بالصاحب. ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق لكثرة تصديقه له صلى الله عليه وسلم، فقال: يوما أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. مر النبي صلى الله عليه وسلم، كان طالع على جبل أحد، هو وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وعثمان، اهتز أحد، قال: اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدا. لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق. لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء ثم عاد، وأصبح الصباح وراح يخبر قريشا بأنه حدث كيت وكيت وكيت. طبعا الإنسان القرشي كان إذا بده يطلع من مكة إلى الشام بده شي 30 يوم، 30 يوم روحة و 30 يوم رجع. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم للجماعة، قال لهم: أنا البارح كنت على الفراش، نمت على فراشي، ثم إنه أسري بي إلى المسجد الحرام، المسجد الأقصى، ثم رجعت وكمان صعدت إلى السماء. فشي هاد ما بيخطر على بال على الإطلاق، ما ممكن يعني ينزل كمحاكمة عقلية في عقل إنسان
قبل 1400 سنة. يعني هلأ إذا أنا بقول لك أنا والله البارح رحت على مكة ورجعت، أنت بتقول إيه بصير، يعني هي ساعتين روحة بالطيارة وساعتين رجعة، ممكن إذا طلعت الساعة 12 بالليل وطيارة خاصة ومجهز كل شيء أنه أخي الساعة 4 جيت لهون، يعني واردة. بس قبل 1400 سنة واحد يقول هذا الكلام، هذا أمر لا يتصور. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش ما قال، قريش حملتها مباشرة وطارت بها إلى أبي بكر. أبو بكر دائما بيصدق محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا يا أبا بكر أتدري ما قال صاحبك؟ قال إيش قال؟ قال ترى مبارح قال كان بايت على سريره وبعدين راح على مكة على المسجد الأقصى على فلسطين على القدس ورجع، ومو بس هيك كمان طلع على السماء ونزل. قال محمد قالها؟ قالوا إيه شايف تتصور؟ قال لئن قالها فقد صدق. إذا محمد صلى الله عليه وسلم هيك قال خلاص صدق. أصدقه بالأمر يأتيه من السماء أفلا أصدقه بأمر في الأرض؟ شو يعني راح المسجد الأقصى ورجع؟ هو بيقلنا أنه جاء الوحي من السماء نزل إليه ونحن نصدقه. صديق، كثير التصديق لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هلأ أنت يا أيها الأخ أو أنت يا أيتها الأخت، أنت تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت مؤمن بفضل الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، بس إذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، تقدر يعني تصدق وتقول خلاص حاضر؟ إذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم من أقال نادما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة، ممكن إذا واحد اشترى منك شروة ورجع ندمان وكثير هو ويطلب إليك أن تردها، ممكن أنك تساعده بهذا الأمر وأنت تستطيع أن تعينه، ممكن أن تساعده في هذا الأمر؟ إذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها، يعني أفسد علاقة بين مرة وزوجها، وأنت حماية وكنتك هزست لك بدنك، ممكن تصدقي النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنت ما تفسدي العلاقة بين ابنك وبين كنتك؟ لو كانت كنتك بينك وبينها خصومة بس دعيها هي وزوجها، ما في خصومة بيناتهم، ممكن تصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو أن الأمر بالنسبة لك لا، يعني في أخذ ورد. الصديق لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق لكثرة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم. أما والده فهو عثمان بن عامر بن عمرو يكنى أبا قحافة، أسلم يوم فتح مكة وأقبل به الصديق على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر هل لا تركته حتى نأتيه؟ فقال أبو بكر هو أولى أن يأتيك يا رسول الله. فأسلم أبو قحافة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أديب جدا، بقى لما صار فتح مكة أبو بكر جاء بأبيه الرجل المسن إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم شديد الأدب، النبي صلى الله عليه وسلم تربع على عرش الأخلاق، قال يا أبا بكر لو أبقيت الشيخ أنا بجي لعنده إكراما لسنه واحد وإكراما لابنه. قال لا يا رسول الله هو أحق أن يأتيك. أما والدته فهي سلمى بنت صخر كمان من بني تيم، كنيتها أم الخير، أسلمت مبكرا. وأما زوجاته فقد تزوج من 4 نسوة أنجبن له 3 ذكور و3 إناث. أولاده عبد الرحمن وعبد الله ومحمد وأسماء وعائشة أم المؤمنين وأم كلثوم، 3 بـ3. ليس من الصحابة من أسلم أبوه وأمه وأولاده وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه أيضا بنو أولاده إلا أبا بكر من جهة الرجال والنساء. ما في عيلة أسلم كل من فيها إلا عيلة أبو بكر، هذه رتبة عالية لسيدنا أبي بكر. فكلهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه، فهذا بيت الصديق، فأهله أهل إيمان، ليس فيهم منافق ولا يعرف في الصحابة
مثل هذا لغير بيت أبي بكر رضي الله عنهم؟ هلأ في نقطة بقى مهمة يا أخوان، مرات تجد الأب صالح بس ابنه ممشاه على غير ممشى أبيه. مرات بتلاقي الأب والأم صالحين بس الأولاد مو هون بنوب، في طريق آخر. مرات تجي لعندي على العيادة امرأة لباسها واحتشامها يعني منضبط بالشريعة، بنتها سافرة بطريقة عجيبة، انت بتعجب انه هي ام هي ولا هي واحدة تانية يعني من غير عيلة. يا اخوان مطلوب من كل اخ بيننا انه يدير باله على اولاده وعلى اهل بيته، مطلوب منك، هذا واجبك. هلأ انت الان تبذل جهدك، اذا ابنك ما استجاب بنتك ما استجابت، بس انت مطلوب أن تبذل جهدا مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا إلى أن نرى ابنك مثلك بل أفضل، وأنت تحب هذا بس مطلوب إليك أن تعمل لهذا. وفي مشكلة لما الأب صلاته ممتازة وصومه ممتاز وحجه ممتاز وصلاحه ممتاز بس ابنه في فجور، يعني الأب ما بيدخل لقمة حرام على البيت، الابن موظف ما بيمرق معاملة بدون رشوة، كيف هيك؟ والأب علمان يعلم، بيقول لك أخي أنا صار رجال يصفل هو بيقرر. لك كيف هو بيقرر؟ مو أنت أبوه؟ ألست مأمورا بالدعوة إلى الله؟ معقول ما بتقدر تقول كلمة لابنك أقرب الناس إليك أنه يا بابا المال هذا حرام؟ ما فيه شيء. لما بيعزمك ابنك قل له بابا ما بقدر أجي لعندك على البيت. ليش يا بابا؟ والله بحبك، والله صحيح، بس والله يا ابني مالك مخلوط. فخليه يحترق من قلبه، يبكي من قلبه انه ابوه ما بيجي لعنده وامه ما بتجي لعنده، عندها سيرتدع. يعني انا ما مطلوب مني لا اشتمه ولا اؤذيه، بس انت تملك، انت اب تملك شيئا، انت ام تملكين الكثير مع بنتك. معقول انت بنتك تمشي بطريقه عجيبه سافره، عم تشتري بنتك بنطلون جينز ضيق وتمشي فيه بالشوارع، كيف؟ قال والله صبية وهي هيك حابة. طيب وين التزامك؟ وين دينك؟ وين إيمانك؟ وين دعوتك إلى الخير؟ وين دعوتك إلى الله عز وجل؟ وين أمرك بالمعروف والنهيك عن المنكر؟ لأقرب الناس فيك ما تستطيعين. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كل أسرته آمنت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعي أبو بكر إلى الإسلام فما تلعثم ولا أبا، وسار على المحجة فما زل ولا كبا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كلمت في الإسلام أحدا إلا أبا علي وراجعني، إلا ابن أبي قحافة يعني أبا بكر، فإني لم أكلمه في شيء إلا قبله واستقام عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه له من العمر قديش؟ 40 سنة. أبو بكر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين أو ثلاثة، معناته 38 سنة. وأبو بكر كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، رفيق اللزم. أول ما قال له: يا أبا بكر أوحي إلي أنني نبي وأن لا إله إلا الله، قال له: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. وقد أوذي أبو بكر وحثي على رأسه التراب وضرب في المسجد الحرام بالنعال حتى ما يعرف وجهه من أنفه، وحمل إلى بيته في ثوبه وهو ما بين الحياة والموت. يا أخوان دين ببلاش ما بيصير، الدين بدك تدفع حقه. أبو بكر نسابة العرب. تعرف إيش يعني نسابة؟ غير أنه أبو بكر غني جدا، وغير أنه أبو بكر من عيلة عزيزة، أبو بكر نسابة العرب. يعني إذا بتجيب سيدنا أبو بكر إلى مدينة دمشق بيحكي لك كل الأسر الدمشقية وبينسب لك ياهن. أنت شو اسمك؟ فلان. بيجيب لك اسم أبوك وجدك وأبو جدك وعمومك وأخوالك. شغلة عجيبة، النسابة شغلة عجيبة.
موجود الآن بالعالم من السابي عند العرب بس موجودين عند المسلمين بس قلال جدا. حتى يصير الواحد نسابي لازم يكون له صلات اجتماعية عالية جدا، شلون بده يحفظ هذه الأسر وترتيباتها؟ ثم لابد له من ذاكرة قوية جدا. أبو بكر عنده هذه الوجاهة وهذه الصلات الاجتماعية. هذا الرجل يضرب بالنعال عند المسجد الحرام مشان شو؟ من أجل دينه. لكن يا أخوان، واحد بده يدفع ثمن دينه، أبو بكر ثابت على هذا الدين. مرات شاب مسلم خريج كلية تجارة عم بيدور على شغل وهو ملتزم بالدين، صح له شغل ببنك ربوي، شو الحكم؟ حرام. بيبلش مين يقول له يعني ماشي الحال، دبر حالك، هلأ اشتغل بعدين تتصدق، وهو نفسه تنازعه والله يستر ما يروح يشتغل بالبنك الحرام. ما تدفع أخي حق دينك، بدك دين ببلاش، التزام ببلاش. مرات فتاة مسلمة تدعى إلى لباس منضبط بالشريعة فتأتيها صديقتها لتقول لها بصير ما بصير، انت صبية هلأ مو وقت المانطو، بتكبري حالك بتصغري حالك، بيقولوا عنك، تقول لك يلا ماشي الحال بعدين يعني هلأ أنا بصلي بصوم بس موضوع يعني موضوع لباس ما لباس ماشي الحال. مرات رجل مسلم بينزل على المحكمة بيحلف يمين بالله تعالى كاذبة، هو بيعرف انه اليمين كاذبة امشان 5 مليون لرسولي او مليونين او مليون او نص مليون. مرات صاحب محل بيحلف لك يمين هو بيصلي انه هالقطعة شارية بألف موقف عليه بس ربحه فيها 100 ورقة، وعفوا هو كذاب شارية ب800 ليرة، باع حلف بربه مشان 200 ليرة. وأبو بكر ضرب بالنعال لأجل التزامه بالدين وبقي ملتزما، بقي أبو بكر هو أبو بكر. أوذي أبو بكر وحثي على رأسه التراب وضرب في المسجد الحرام بالنعال حتى ما يعرف وجهه من أنفه، تخربط يعني كله، وحمل إلى بيته في ثوبه وهو ما بين الحياة والموت. عن عائشة قالت لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 38 رجلا ألح أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور فقال يا أبا بكر إنا قليل، فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته، وقام أبو بكر في الناس خطيبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله، وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين فضربوا في نواحي المسجد ضربا شديدا، ووطئ أبو بكر وضرب ضربا شديدا، ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويحرفهما لوجهه، ونزى على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه، وجاء بنو تيم يتعادون فأجلت المشركين عن أبي بكر، يعني هو تيمي من قبيلته فقبيلته أجوا يدافعوا عنه لأبو بكر فبعدوا أجلوا المشركين عنه، وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى ادخلوه منزله ولا يشكون في موته، ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة، فرجعوا إلى أبي بكر فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلمون أبا بكر يعني بيصحوه حتى أجاب، فتكلم آخر النهار فقال أول كلمة واحد ضرب 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 أغمي عليه صلى طول النهار صحي عند المغرب، فقال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسوا منه بألسنتهم وعذلوه. قومه لساتهم مشركون قالوا له لسه بتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحت متت صار ما صار، ومسوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قاموا
وقالوا لأمه أم الخير انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه، طعموه لا يؤمس الله شيء. فلما خلت به ألحت عليه وجعل يقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله ما لي علم بصاحبك. فقال اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب أخت لسيدنا عمر فاسأليها عنه. فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت إن أبا بكر يسألك عن محمد ابن عبد الله. فقالت ما أعرف أبا بكر ولا محمد ابن عبد الله، وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك. صحابي كانوا أذكياء لساعتهم جداد، هلأ 38 واحد فبدهم يتخفوا. أم جميل عندها الأخبار، هي الآن مؤمنة صحابية، بس كانت أمه لأبو بكر مو مأسلمة مباشرة، فخافت منها أنه لتقوم بدها تأخذ أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وتعطيها للمشركين ويقتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لها أنا لا بعرف محمد ولا بعرف أبو بكر، بس إذا بدك بروح لعند ابنك. قالت نعم. فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعا دنفا، فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر، وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. فقال أبو بكر ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أم جميل هذه أمك تسمع، ما بدي أحكي لك هلأ أمك هون. قال فلا شيء عليك منها، أمي مضمونة. قالت سالم صالح. قال أين هو؟ قالت في دار ابن الأرقم. قال فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما بحط ولا لقمة بتمي حتى أشوف النبي صلى الله عليه وسلم وأطمن عليه. فأمهلتا حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجتا به يتكئ عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، وأكب على عليه المسلمون، ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة، وجهه كله أدمية وهو محمول بين اثنتين. فقال أبو بكر بأبي وأمي يا رسول الله ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي، لا تخاف علي أنا منيح ما فيني شيء، بس بقى هذه الدماء في وجهي، وهذه أمي برة بولدها وأنت مبارك، فادعها إلى الله تعالى وادع الله لها عسى الله أن يستنقذها بك من النار. قال فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى الله تعالى فأسلمت. كما ترون يا أخوان تضحية في سبيل الله وحب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عالي جدا، والله ما من أحد يبذل لله تعالى إلا كافأه الله تعالى، وما من أحد تعلق قلبه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا ازداد قربا من حضرة الله تعالى وانضباطا بهذه الشريعة. للحديث عن سيدنا أبي بكر الصديق وهو قدوة خير القدوات بعد الأنبياء تتمة إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.